الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
هو محمد ضياء الدين الريس، رجل نشأ في محاضن العلم وفي أرض الكنانة، واستقامت نفسه مع كتاب الله عز وجل ومع حقائق الإسلام، وينضم اليوم كما سنعرض قضيته مع جيوش المجاهدين من قبله لدفع الشبهات عن هذا الدين، وذلك سنتكلم عنه في قضية الكتاب. ما معنى النظريات السياسية الإسلامية؟ وهل يقبل مسلم معاصر اليوم أن يسمي شيء في الإسلام نظرية، أو كما قال العقاد الفلسفة القرآنية؟ نحن نعرف أن عندنا علم وعندنا تشريع وعندنا فقه وعندنا فتيا واجتهاد. هل في الإسلام نظريات تخطئ وتصيب وتقبل أو ترفض؟ هذا ما سوف نجيب عنه. أحبائي في الإسلام، وأنا أتكلم الآن، يدور الصراع على السلطة في كل مكان. ونبدأ في استعراض الواقع الإسلامي قبل أن نرجع إلى الصيدلية الشرعية، إلى الأدوية النافعة، إلى آيات الله عز وجل، وإلى أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. في أرض الجزيرة العربية يقوم خائن الحرمين الشريفين بخطوة جديدة، يضيق بها خناق حبل المشنقة على رقبته، يؤسس أكذوبة جديدة تسمى مجلس الشورى، يجمع فيها زمرة من المنافقين والدجالين، من الذين عرفوا في تاريخهم بأنهم يأكلون على موائد الأسرة الحاكمة الفاسدة. لماذا؟ لأن السلفية السياسية في أرض الجزيرة يشتد عودها في كل يوم، وتتحرك في إطار المشابهة، وتريد أن تقوم الاعوجاج في السلطة السياسية. وبدلا من أن يخضع ذلك الحاكم ويرجع، يقوم بعملية مناورة لكي يزيد من أبد الصراع، كما هو الحال في مصر، كما هو الحال في الجزائر. قامت الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر بقتل رئيس الوزراء السابق قاصدي مرباح، وأراد الإعلام العالمي مرة أخرى أن يثبت العجز في هذه الأمة الإسلامية، أنها أمة من النعاج، أنها أمة لا تغضب لحرمات الله، أنها أمة تقبل الترويض والإذلال والتركيع. فتشكك، يقول لك إيه، الشاذلي ابن شديد وزمرته هم الذين خططوا لهذه المسألة، كأنما الأمة الإسلامية التي انتفضت في أرض الإسراء والمعراج وحمل أطفالها الحجارة غير قادرة على أن تتحدى طاغية أو ذنب من أذناب الصليبية. نتكلم اليوم إخواني عن النظريات السياسية في الإسلام وماذا يقصد فيها المؤلف. سنتكلم عن سقيفة بني ساعدة، كيف اجتمع أهل السنة والجماعة واختاروا الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نشأ بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه الذي لا يتطاول على سيرته إلا أحمق وأخرق وغبي وجاهل. أنا أتكلم عن صراع السلطة، أتكلم عن الشباب المتمردين في مصر، وأتكلم عن أجهزة الأمن في أرض الكنانة التي تصرف عليها الملايين، ويجبر الجندي والشرطي المصري أن يقف عقبة في طريق تطبيق شريعة الله والعودة إلى القرآن الكريم وإلى الدستور الإسلامي الصحيح. سيدنا عثمان بن عفان
رضي الله عنه ذو النورين. إخواني يا أهل الإسلام، عليكم أن تثقوا بربكم، عليكم أن تثقوا بإسلامكم، عليكم أن تثقوا بتشريعكم، عليكم أن تثقوا بنصر الله لكم عز وجل. هذا ما يحاول المؤلف أن يقوله، يحاول أن يتكلم عن أصول النظام السياسي في الإسلام، وخاصة بعد أن قام وزير الأوقاف في وقتها الشيخ علي عبد الرازق بنشر كتاب كتبه المستشرقون اسمه الإسلام وأصول الحكم، يقول فيه على ألسنة النصارى بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم: فليس للمسلمين دولة ولا زعامة ولا سياسة، وإنما هي أمور تعبدية وروحانية كما يفعل النصارى في كنائسهم. يحاول الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن يؤكد استمرارية الإسلام وحيويته في الفقه والتشريع واستنباط أسس الأحكام التي تضبط مجتمع الدولة الإسلامية. إخواني، كثيرا ما نتحسر على الخلافة، على السلطان عبد الحميد الثاني، ولكن تعالوا في هذه الخطب نركز قضايا أساسية. أهل السنة والجماعة لا يعترفون بشرعية بني أمية أنهم المثل الأعلى في الحكم فقد انحرف، وأهل السنة والجماعة لا يرضون بالطغيان واستبداد بني العباس الذين أذاقوا معارضيهم الخسف والاعتقال والحبس والتشريد، وأهل السنة والجماعة أيضا لا يعترفون ببني عثمان إلا بمقدار ما أصابوا واتبعوا منهج القرون السالفة. أهل السنة والجماعة متمردين على الطغاة في كل تاريخهم. أهل السنة والجماعة هم الذين حملوا السيوف واشتاقوا إلى الجنة وركبوا الخيول وقطعوا الوديان والجبال لكي ينشروا كلمة التوحيد في أرجاء الأرض. الذي فتح الأندلس أهل السنة والجماعة، الذي فتح بخارى وسمرقند أهل السنة والجماعة، الذي وصل إلى السند والهند أهل السنة والجماعة، الذي نشر الإسلام في إندونيسيا وماليزيا أهل السنة والجماعة. هذا هو مفهوم خيرية القرون الأولى. يقول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، مؤمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. في هذه الآية وفي سورة آل عمران وفي وسط الحوار والجدال بين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وفصيل النصارى من نجران الذين ضلوا وابتعدوا وابتدعوا في دينهم، يقارن الله تبارك وتعالى ونحن أمة الوسط والأمة المرحومة والأمة التي تلتزم بالدين إلى يوم القيامة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب إذا ما عملناش هيك إيش اللي بده يصير؟ ما الذي سيحدث؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الزوجة عندما تأتي حضرتك إلى صلاة الجمعة وتترك زوجتك سافرة بدون حجاب لأنها تخجل من الأوروبية الزانية الفاسقة، فهذه الزوجة التي أنت بنفسك اخترتها واقترنت بها وخلفتها في بيت الزوجية هي لا تدرك أنها من خير أمة أخرجت للناس. تقول الديسكو وأصحاب الديسكو هم خير أمة، الراقصات والمغنيات هم خير أمة. أنت عندما تتنازل وتتورط في عقود التأمين والسحت والربا وتحاكي الأوروبيين في ماديتهم وتتخلى عن يقينك بالله وأنه هو الرزاق ذو القوة المتينة
الدين، فإنك لا تعترف بأنك من خير أمة أخرجت للناس. إن الرجل الذي لا يبر والديه، إن الإنسان المسلم الذي لا يحترم زوجته ولا شعورها ولا يقدر قدرها في البيت ليس من خير أمة أخرجت للناس. يقول المفسرون هذا الوصف في جيل الصحابة، فمن تطاول على الصحابة فقد كفر، لأنه يعارض نصوصا في كتاب الله أثنت على الصحابة وزكتهم، وهذا أمر فيه اختلاف بين أهل السنة والجماعة. واسمع يا أخي تأكيد المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، يقول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. قرنه عليه الصلاة والسلام يعني جيل الصحابة بدون استثناء، علي رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه، الحباب بن المنذر رضي الله عنه، مقداد بن الأسود رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه. وانت ماشي، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية القرآنية. يبقى احنا لما نريد نجدد الدين عندما نخلع كافي هو وزمرته إن شاء الله نريد خلافة راشدة، عندما نخلع حسني الله مبارك نريد خلافة راشدة، عندما نخلع ونخرج الأمريكان من الصومال نحن لا نتأسى ببني العثمان ولا نتأسى ببني العباس ولا نتأسى ببني أمية، إنما نتأسى بالخلفاء الراشدين الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فيا إخوة الإسلام، هذا الحديث يقول خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني يقدموا شهادة الزور، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، لا يحققوا نذورهم في وقت الضراء. يا ربي إن أنجيتني من صدام حسين سوف أصلي. واحد بيتصل فيا إخوة يقول لي تارك للصلاة، معاه مشكلة مع زوجته وصلت إلى الطلاق الثالث لأنه طلق العلاقة بالله. فمن قطع علاقته بالله فلن تستوي ولن تصلح علاقته بالعباد أبدا. وهذه المشاكل الاجتماعية التي تحطم صفوفنا هنا وتظهر عوراتنا أمام المجتمع الغربي لن نستطيع أن نحلها إلا إذا عاد الزوج إلى طريق الله، وإلا إذا عادت الزوجة إلى طريق الله. يقول: أنا كنت في بلد ودوح الحاكم ظالم، ونذرت لله أن أصلي كذا من الركعات، وأنجاه الله من الحاكم الظالم، فلا صلى النذر لا وفى به، ولا صلى السنة ولا صلى الفريضة. لا يزال اليوم الواحد بيجي لبنته عريس، العريس بيصلي، لا أصله خريج من فرنسا، معاه شهادة في الهندسة، معاه دكتوراه في علوم التاريخ، جوز يا أبو الشباب مشي حالك. الشاب فاسق وربما هو مرتد، لو جلست معه ما فيش مانع ما دام يحصل على الشهادة. هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتطاول أصحاب آخر الزمان على أصحاب أول الزمان، على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أتعرفون إخواني وإحنا نتكلم عن النظريات السياسية الإسلامية، ابن تيمية يقول كلام جميل جدا، يقول: عندما فسق النصارى، عندما كفروا، عندما ضلوا، إيش عملوا؟ مجدوا الحواريين وجعلهم أنبياء. شوف لما انحرفوا إيش عملوا؟ جاءوا بصحابة عيسى بن مريم عليه السلام وعظموهم وغلوا فيهم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ثم قال إن بعض طوائف من المنتسبين إلى الإسلام عندما غلوا فسقوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم واتهموهم بالردة وتطولوا عليهم وهم لا يبلغون عشر معشار منهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أتعرفون في من نزلت هذه الآية؟ في صلح الحديبية إخوة،
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوض قريش على دخول المسلمين لأداء الحج، وأخذت قريش العزة بالإثم ورفضوا ذلك. واقترح النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشخاص يذهبوا للتفاوض وكل واحد يعتذر. قالوا ما في غير عثمان. ليش عثمان؟ لأنه له عشيرة تحميل يدخل في جواره. فدخل عثمان وتأخر، احتبسته قريش حتى ترى رأيا. فلما تأخر عثمان في المجيء وسرى بين الناس أنه قد قتل، لاحظوا الأمة الإسلامية كيف تتقلب في الموقف. في سنة 6 هجرية بايع الصحابة جميعا في هذه الغزوة على القتال إلى الموت في بيعة الرضوان الذي نزل فيها القرآن. وفي عام 35 من الهجرة يحاصر بيت عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه، وتتخلى الأمة الإسلامية عن مناصرته. ولذلك عندما اجتاحت جيوش بني أمية المدينة قال أهل الحق والعلم إن هذا بجريرة دم عثمان رضي الله عنه. عندما تخلينا عن الشعب الفلسطيني زحزحف الفساد إلى أهل مصر وضرب الأكرار، وجاءت الشيوعية إلى عدن، وحدث انقلاب زياد بري في الصومال. وهكذا يحدث للأمة الإسلامية. كم نحن في نعم قد ننساها وقد نتغافل عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويحلفون ولا يستحلفون ويظهر فيهم السمن، دليل الإقبال على الدنيا وأكل الطعام والدعاء وترك الجهاد والتعبد والزهد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ربما إخواني بعضكم يكون مندهش، مين هذا ضياء الدين الرئيس؟ وإيش هذا كتاب النظريات السياسية الإسلامية؟ دعوني إخواني أقرأ لكم. هذا الكتاب طبع سنة 52، نشر، يعني معناه المؤلف قاعد يفكر فيه 10-15 سنة. يقول في هذا الكتاب، هو في المقدمة الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس العالم والمؤرخ المصري، وقد أصبح الكتاب منذ صدوره مرجعا أساسيا في الجامعات، يدرس في كليات القانون والحقوق والشريعة والتاريخ، ويعتمد عليه الباحثون عامة. سأنقل شهادة في هذا الكتاب قبل أن تنشأ الكتب السياسية المعاصرة، قبل أن يقف الشيخ عمر عبد الرحمن ويدعو للخروج على الحكام، وقبل أن يعتقل علي بن الحاج فرج الله عن أسرهم جميعا ونصر أمة الإسلام والجهاد وأعادنا إلى حكم الخلافة الراشدة. أخذ شهادة واحد من علماء العصر وهو الإمام محمد أبو زهرة، ماذا يقول في هذا الكتاب الذي أصبح مرجعا في الجامعات الإسلامية في إطار السياسة الشرعية والأنظمة السياسية الإسلامية. يقول الشيخ أبو زهرة: اتجه مؤلف النظريات السياسية الإسلامية إلى فلسفة السياسة الإسلامية والمناحل التي نحت نحوها الطوائف الإسلامية والمذاهب المختلفة، مبينا ما تجتمع فيه من أصول وما تفترق فيه من فروع. وقد جمع في دراسته بين الأصول الدينية للنظريات المختلفة والأدوار التاريخية التي مرت بها، وهو في كل ذلك قد استولى على موضوعه تفكيرا وتعبيرا ودقة وعمقة وإحكام عرض وحسن تأت لدقائق المسائل ومختلف الأقوال. لم أرى إخوة عندي في المكتب والإخوة معنا في يوم السبت في حلقة البحوث الشرعية الآن عشرات من الكتب. هذا الكتاب سبحان الله فيه من السلاسة، فيه من الترابط، فيه من الدقة، فيه من الوضوح، الشيء الجميل الذي ييسر على المسلم المعاصر إدراك ما يجري. أختتم إخوة بفقرة يقول فيها المؤلف في مقدمة الطبعة الأولى: فإذا كنت قد نجحت في عرض موضوعات البحث وتبويب مسائله وتقسيم مواده وتحقيق الأغراض التي قصدت إليها على هذا النحو الذي سيتبين فيما يلي، فإني أرجو أن أكون قد وفقت إلى وضع منهج لم يكن معروفا من قبل، إلى وضع منهج لم يكن معروفا من قبل.
تدرس على أساسه تلك النظريات، يعني مدارس التفكير في الفقه السياسي الإسلامي. كما اهتديت إلى رسم معالم محددة لعلم ينبغي أن يعتبر جديداً يضاف منذ اليوم إلى ثروة الثقافة الإسلامية، يسمى بوجه يقيني وبصفة قاطعة علم النظريات السياسية الإسلامية. وفيما أعلم، يقول المؤلف عن كتابه، وفيما أعلم هذا أول كتاب يتبع منهجا علميا يصدر عن هذا الموضوع. إخوة الإسلام، المؤلف هنا في نظرته للتاريخ الإسلامي يقول هذه العبارة: المسلمون يا إخوة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية، في 9 حزيران يونيو سنة 632 ميلادية، ذهب علي وبعض آل البيت لتجهيزه، وأسرع سعد بن عبادة مع الخزرج وسيدهم رضي الله عنه لاختيار الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الناس يتحاورون، وبدأت تظهر النظريات السياسية في الإسلام. واحد زعلان، كنت قابلت واحد قومي هنا عربي، واحد شيوعي، يقول لي: أخي، بعد سيدنا علي بن أبي طالب انفرط عقد الإسلام. يا سلام، وشلون فتحنا الأندلس إذا ضاع الإسلام؟ وكيف وصلنا إلى بلغاريا والرومانيا؟ وكيف اقتحمنا أسوار تشقند وبخارى ووصلنا إلى تلك الأصقاع النائية إذا كان قد انفرط عقد الإسلام؟ فانظروا هذا العالم محمد ضياء الدين رئيس يقول كلمة جميلة في هذا الموقف، فيقف الحباب بن المنذر ويؤيد رأي سعد بن عبادة في أن تكون الإمارة للخزرج للأنصار، ويقف سيدنا عمر مبينا أن هذا الأمر يكون في المهاجرين من قريش، ويؤيده أبو بكر الصديق، ويبايع غيره وليس لنفسه في ذلك الموقف، ويقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فيقف ثالث ويقول: منا أمير ومنكم أمير. فيقول فيه عمر: لا يجتمع اثنان في قرن، يعني في حبل واحد، لا يجتمع بعيران في حبل واحد، ولا يجتمع سيفان في غمد واحد. يعني إيه؟ يعني الأمة الإسلامية استطاعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع بكلمة متحدة على اختيار قضية، على اختيار قيادة سياسية، لأنها تعلم أنها إن لم تقم باختيار هذه القيادة السياسية فإنها آثمة عند الله تبارك وتعالى، وتتم البيعة لأبي بكر الصديق، ويأتي الناس تباعا لمبايعته على التفصيل التاريخي. القضية ما بتزعل أبدا، القضية فيها فرح. لو اختلفنا يا إخوة في مسجد التوبة، هل نستدعي المحاضرين أو لا نستدعيهم؟ لو اختلفنا نعمل نشاط للنساء أو لا؟ لو اختلفنا نجمع الأطفال ونرشدهم إلى الإسلام ونحفظهم القرآن؟ ولكن إذا خرجنا بعد هذا الاختلاف برأي موحد وبنص وبدليل شرعي، فمعنى ذلك أننا قد نجحنا في الامتحان. ومن هنا يأتي اعتزاز المسلم بدينه ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إيش بيقول يا إخوة الشيخ ضياء الدين الرئيس؟ يقول: ومهما يكن من شيء، فليس لمسجل هذه التطورات في حياة الجماعة الإسلامية أن يندم أو يندب حظ الجماعة. ما يقعدش بقى يبكي على 14 قرن ويا أخي حصلت مشكلة في السقيفة، يا عمي سيدنا علي ما حدش سأل فيه، يا عمي أبو بكر وعمر تآمر إلى غير ذلك من الرهاب. بقول لك ما تضيعش وقتك، لأنه جورج بوش بيفكر، والسي آي إيه، لأنه كلينتون يمكر، لأنه مستر ديفيد أوين يستمر في مذبحة أصحاب البريهات الزرقاء في البوسنة، يستمرون في انتهاك الأعراض وفي سفك دماء المسلمين. فيا أيها المسلم، اشكر نعمة الله عليك أن هداك للإيمان.